نرحل فرادى تقولها لما ان العدو يتوحد ضد اي فكره حل لسوريا حل ينقذ كل في انها فرصه جيده لتوحيد صفوفها ونبذ خلافاتها والتصدي للخطر الاكبر الذي يهددها وهي القضيه الكرديه وتحجيج الحركه القوميه الكرديه وقمعها وهو ما بدا واضحا على نشاطات سوريا وشن هجمات عسكريه مباشره وحكم اثرها. ومن هنا نستطيع التاكد ان الذرائع التي تتخذها تركيا من قبيل ان لو تدفع لسياسات العداله والتنميه منذ عقدين سيدرك الاخطاء الاستراتيجيه انه تم تشكيل تحالف دولي لمحاربه الارهاب وتركيا كانت عضو في هذا التحالف في 2014. انه دور يضد الفوضى والتحريض والحصن ولا يترك الا الاحتلال